رب كان مكتوب لنا في انهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك يا رب معايا استرها. انا خايفه على انكل رمزي قوي قوي قوي. انا مش خايفه غير من فتي عادل، هيضيع الواد. عادل عادل في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا عادل. ان شاء الله ان شاء الله خير. لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في الروشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متاكد ان اللي انت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكل رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟ عشاني يعني التيه قبل غبي. تعالى يا رمزي تعالى البس بدلة سبايدر باد، وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعماد بيقول مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس تعالى البس. انت جالك الفيروس في رجلك يا رمزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا رمزي. لا لا عم تقول ايه؟ عم تقول ايه يا غبي؟ بتبودي؟ امشي تعالى. مدبولي ناب يا ربزي، ناب يا ابني. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ورابطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدو وما قالش يا عدو مش هيعرف يفك الرابطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني، وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه، يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون اهم حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه بقى؟ رمزي هرب. يا لهول المفاجاتي، يا لهول المفاجاتي، يكون سرق الكشمجيه بتاعتي اللي فيها الصيغه النادراتي بتاعت قناني. ايه 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 مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعه. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللعبه بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط،
بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بوبو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوة ليك يا معفن. يا معفن بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو، حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بحبهم اوي. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين الخمسة جنيه؟ فين الخمسة جنيه؟ طب وحيات ياسمين، وحيات ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما جاتك مو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشة على فكرة، الست دي وحشة. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمين كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانة عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمين يا حبيبتي. شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك. ازاي يا ابني؟ يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه، في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده، انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي؟ ايوه اعلم رمزي واعلم 10 زيك. ايه ده، الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي، انك رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي مره واحده في الاسبوع؟ وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فصل يا امه رانيا، الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي، انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد واكسل، وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه قشطه يا نوجا. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. ايه دول اللي ماشي؟ انا مش بتاع بقى. بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي. اوف الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى ايه موزه دي؟ نقنق. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى.